عنده في البيت قطة وإجت مشت على ثيابه مثلا وصارت شعرات أو مثلا أي حيوان آخر مما لا يؤكل لحمه صار من شعره على الثوب، هذا مبطل. إيه مبطل على الرأي المشهور جدا بين الفقهاء. حين ممكن واحد عنده في البيت قطة مثلا، هذه القطة تحبه ويحبها، رايحة رادة عليه، فبالأثناء هو بنص الصلاة جاءت ولحست ثوبه مثلا، شوية من رطوبة فمها صار على الثوب، بطلت صلاته. حين هذا مو نجس، ريقها مو نجس، القطة طاهرة، كل الحيوانات طاهرة. هاي مرارا وكرارا مر هذا الكلام أن الحيوانات كلها طاهرة باستثناء الكلب وأخويه حسب تعبير الفقهاء، الكلب وأخوته الاثنين الخنزير والكافر ثلاثة، البقية الحيوانات الموجودة في الأرض كلها طاهرة. القط لا يؤكل لحمه، إجا هذا القط ولحس الثوب أو قام قعد بحضنه هو قاعد يصلي وصار من شعره على الثوب، خلص الصلاة باطلة لهذه الموثقة.